السلام عليكم، انا اسمي رؤى الخميسي، تلميذه سنه ثانيه بكالوريا شعبه علوم فيزيائيه خيار فرنسيه. كنقرا في مدرسه ديال اي المدينه، الحاصله على اول معدل على صعيد جهه تطوان، على طنجه تطوان الحسيمه، بنقطة 19.21. الحمد لله على هاد النتيجة، وهاد الشيء راجع المجهودات ديالي وديال الأساتذة اللي قراوني واللي سهروا أنهم زعما أنهم يقريوني، ماشي غير أنا إنما جميع التلاميذ يعني اللي كيقراو معايا، وأنهم كافحوا معانا ونضلوا معنا وجاهدوا معنا. وشكرا لكم كاملين بكم، وكنقدم لكم زعما كل الشكر والفضل لكم. طبعا الشكر للاستاذ المدير سير جمال برهون، حتى هو اللي سهر على هذه المؤسسه، هذه المؤسسه التعليميه. ايضا استاذ امجر، حتى هو كان واقف دائما معنا في داخل هذه المؤسسه. بغيت نقول ان هذا الانجاز هذا هو فخر بالنسبه للمدرسه المغربيه ككل، هو ماشي انجاز زعما فردي، وانما هو انجاز جماعي كيخص المدرسه المغربيه، كيخص مدينه تطوان، كيخص جهه ديال طنجه تطوان الحسيمه، وكيخص الوطن الدوله ككل، كيخصنا كاملين بينا. وصراحة هذا فخر اننا فاش كنجبروا مثلا اساتذه من زعما مدارس اخرى، ماشي بالضروره زعما من المدرسه ديالي، وانما من مدارس اخرى اللي كيسهروا وكيتعبوا زعما انهم باش يقدموا لنا زعما باش يقدموا للجميع واحد الدروس، واحد الشرح اللي غادي يفهموه باش انهم يجيبوا نقاط مزيانين، باش انهم ينجحوا، باش انهم يفرحوا اباء ديالهم ويفرحوا العائله ديالهم والاسره ديالهم. وطبعا كل الشكر والفضل للاسره ديالي، طبعا حتى هي ما نساهاش، وقفوا معايا ودعموني من الجانب النفسي قبل الامتحان ومن بعد الامتحان، وقبل ما تبان النتيجه ومن بعد ما تبان النتيجه، وقفوا معايا وعاونوني نفسيا ودعموني. ويعني طيله العام الدراسي كانوا كيقولوا لي انك تينا قادره انك تجيب هاد النقطه، انك تجيتينا الاولى، والحمد لله قدرت وجبتها. والفضل كما قلت راجع للوالدين ديالي والمؤسسه ديالي، كما قلت هذا انجاز ديال المدرسه المغربيه ككل، هو ماشي انجاز فردي وانما انجاز جماعي ديال المديريه، ديال كل شيء، ديال كل واحد كيخدم في هذا القطاع يعني ديال التعليم، وكيضرب تماره باش انه ينجح يعني وليدات ديال المغرب، ديال الشعب، باش انهم يجيبوا نقاط اللي يفرحوا والديهم، باش انهم يضمنوا المستقبل ديالهم، باش انهم يدخلوا من زعما دي دومين اللي هما باغينهم. وبالنسبه لي انا افضل لو دومين ديال الميديسين، كنختار الدومين ديال الميديسين، هو الدومين الاول اللي محبب زعما لقلبي، والثاني دومين زعما نقدر نمشي له هو لانجينييري. وكنتمنى النجاح لكل واحد، كنتمنى النجاح لجميع التلاميذ اللي اجتازوا البكالوريا سابقا، ولا دابا كيجتازوا يعني بانوا لهم النقاط حتى هما هذا العام، ولا عيد غادي يجتازوا البكالوريا العام اللي جاي، ولا المهم فوقاش ما كان. كنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم النجاح في حياتهم كامله. وكنقول بلي الباك هو مجرد خطوه اولى، باقي بزاف، وباقي يعني الباك انك تشد الشهاده ديال البكالوريا ماشي راه صافي تسالت المسيره الدراسيه، وانما انت عيد كتبدا، عيد كتبدا كتخصص، كتقرا باش تخدم، باش تحصل على وظيفه، باش تزيد بهاد الدوله للقدام، باش انك تدعم اولاد الشعب حتى هما، عاود اطفال المستقبل حتى هما. وكنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا ديالي. والشعور ديالي يعني شعور لا يوصف، شعور ديال الفرح بالابنه ديالكم اللي تفوق، يعني شعور لا يوصف. كنحمد الله ونشكره على هذا الشعور هذا، وكنتمنى ان كل اب وكل ام يفرح بوليداته ويحقق
له ربي، يحقق لهم ربي كاملين مستقبل زاهر ان شاء الله، مستقبل اللي غيكون صالح لهذا الوطن كامل. كنتمنوا الخير للجميع، وكنتمنى الابنه ديالي انها تكون مسيره يعني موفقه ان شاء الله، وهذه غير بدايه، ويفتح الله سبحانه وتعالى البيبان ديال التالق والتميز، وتكون في الخدمه تكون عندها حتى وداء ان شاء الله ربي يحقق لها الطموح ديالها، ومتهنه مهنه تكون هذيك المهنه في خدمه الشعب المغربي وفي خدمه الابناء ديالنا. وكنتمنى الخير جميع السلام. اخبرونا على التغطيه هذه والحضور ديال اليوم معنا. فكل صراحه ما كانتش مفاجاه، لان هذه عمل ديال 3 سنين، لان ماشي عمل ديال ثالثه ديال ثانيه باك، عمل ديال 3 سنين، عمل كيكون ممنهج من طرف الاداره، رسمي الخطه اللي خصنا نخدموا، رسمي فين باغي نوصلوا. والحمد لله كيبدا هذا الشيء هذا من اولى باك، لان النقطه الجهوي كما كتعرفوا 25% كخصنا نخدموا على النقطه الجهوي. الحمد لله التلميذه جابت تقريبا 19 في الموين، دازت المراقبه المستمره، دازت الوطني، والحمد لله حصلت على نقطه 19 و21. ما جاش من فراغ. اولا كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربيه المؤسسة على المجهودات اللي بدلوها، كنشكر الأسرة ديال التلميذة على المواكبة لا معنويا، كنشكر كذلك المديرية الإقليمية ولا الأكاديمية على الظروف اللي وفرتها باش التلاميذ يدوزوا امتحانات ويكونوا داكشي في المستوى. والحمد لله كلشي داز في المستوى. كنا كنحاولوا يعني بالجهد ديالنا تكون النقطة الأولى وطنيا، ما عرفتش باقي ما شفتش النقاط ديال باقي الأكاديميات، ولكن إن شاء الله إلا ما كانتش السنة فالآن السنة القادمة إن شاء الله غادي نحاولوا نجيبوها، لأن تطوان هذه مدة ما حصلتش على النقطة الوطنية، وكنحاولوا إن شاء الله لأن مدينة تطوان كتستحق ولا أكاديمية تطوان كتستحق بحكم الرؤساء المصالح ديالها، لأن كيبدو واحد الجهد كبير وكتستحق المدينة هي تحصل على النقطة الأولى وطنيا إن شاء الله. كما قلت إلا ما كانتش السنة هذه إن شاء الله تكون السنة القادمة. وشكرا لكم مرة أخرى. واحد النقطه غادي نقولها مهمه، بحكم دابا الجميع كيتكلم على الماده الفيزياء ولا الرياضيات كانت صعيبه، بهذا ماشي صعيبه بهذا المنطق هذا، ولكن دائما التلميذ اللي كيخدم اكثر ما هو كيف مقرر كيتحتاج في هذه الامور هذه، لان رؤى عندها واحد الميزه ديالها هي ما كتمشيش ما هو المقرر، لان هو المقرر بوحدو، ولكن هي كتخدم دائما خارج المقرر، وهذه هي النتيجه ديالو، لان ملي خرجوا على المقررات ما جاش داك الشيء كما هو روتيني ديناميك ديال كل سنه، حققت نتيجه ايجابيه وجابت نقطه مهمه.